استكمالا للخطة الطموحة التي تعمل عليها شركة مصر للطيران لتوسيع شبكة الخطوط التي تصل إليها مباشرة، تم إطلاق اليوم أولى رحلات مصر للطيران لمدينة مانشستر بإنجلترا بإجمالي عدد 111 راكب، حيث تمثل هذه الخطوط الجديدة نقاط توسع إضافية لشبكة مصر للطيران في قارة أوروبا. لقينا حجم الحركة الموجودة في مانشستر مناسب إن احنا نقدر نشتغل عليه، عشان كده احنا زودنا خط الى مانشستر، بقى عندنا خط هيثرو وخط مانشستر، وان شاء الله خطوط اخرى مع انجلترا باذن الله. المبدأ الاساسي اللي انا بعتز بيه هو التواصل، مبدأ التواصل ما بين البلدين. فالتواصل محتاج ايه؟ محتاج رحلة للطيران. كل جهات ملاحظة النقاط الجديدة اللي احنا زودناها لشوي حوالي 6 نقاط منهم مانشستر، وان شاء الله في المستقبل القريب هيبقى فيه نقاط أكثر. التطور والإضافة الجديدة لرحلات مصر للطيران خلال الأونة الأخيرة لاقت إشادة كبيرة من قبل المسافرين، حيث من المخطط أن تعتمد الشركة 5 رحلات أسبوعية إلى مانشستر بإنجلترا اعتبارا من اليوم. كنت بضطر دايما كل الرحلات اللي موجودة أيا كانت هي سعرها قد إيه أو نوع الطيران إيه لازم نقف ترانزيت في البلد اللي تبعها شركة الطيران. موضوع أن الطيارة دايركت على مانشستر وفر عليا وقت كتير قوي بصراحة. كان الأوبشن الوحيد أن أنا لو هاخد حاجة دايركت هتبقى لندن. لندن بالنسبة لي 4-5 ساعات من ليفربول، فده كانت هتبقى حاجة يعني مؤسفة بالنسبة لي أن أنا هبقى 45 minutes away من ليفربول على طول. هي حاجة ادفانتج كبيرة بالنسبة لي موضوع ان هي دايركت على طول. هناخد الفلايت دي اللي هي دايركت لان هي تبقى بالنسبة لنا هي التايم سيفنج. يعني الجدير بالذكر ان مصر للطيران اضافت مؤخرا الى شبكة خطوطها خط دكة ببنجلاديش ونيوجيرسي بامريكا الشمالية، حيث يأتي افتتاح هذه الخطوط الجديدة في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني للربط بين مصر ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحوري. آية القاضي، الحياة اليوم.